الامين مختص بمجلس مدينه المقاطعه مدينه مراكش. درنا لهذا المؤتمر في الايام ديال الافتتاح. طلع جي كانت فرصه طلعنا على عده امور. فعلا كاينين هنا مشاريع اللي لان كنشرعوا عليها في جامعه مراكش ولا داخل جهات المغرب كامله. وفي هذا المؤتمر تنصات واحد المولود جديد اننا يكون عندنا اطفال بدون شوارع بدون اطفال. الحمد لله هذا وكاين واحد الامل ديالنا وهذا الشيء راه كبير ان شاء الله وغادي نتمناو. وتنشكر الشكر الخاص للصحافه الوطنيه والدوليه والناس اللي بارتنير الناس اللي المقيمين على هذا المؤتمر اللي نجح بواحد الطريقه اللي هي كبيره كما كان متوقع وعلى الشاكله ديال المؤتمرات اللي تحتضنها مدينه مراكش. وتنشكر ساكنه مراكش والمغاربه وتحياتي لجميع الاخوان والاخوات والصلاه والسلام على رسول الله.